يا مرحبا حيا الاستاذ. هذا الطريق اللي كنا نستخدمه من هون تمر الله. تمر الله طريق من هنا. شوف هذا مشروع. هذا تمر في الجنوب. هو مشي مشروع محل استعمال. محل. هذا مثلا هون عشان تيجي تخدم القرار اللي بنفعله. وهذه هم محتاجين علشان يصلحوا لهم بس المكان. لما نكون على ال ما شاء الله. اهلا وسهلا ورحبوا لك يا ابو رجال. شيخ محمد الله يخدمهم خدم خير ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. والله كيف حالكم؟ الله أما قبل الكلام السلام الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. واحد يقدم 100 هذا بالمستقبل. هذا بالعالم كذا يعملوا. اشاروا بثلاثه اقوام ان ضروري حمايه الماء ومعانقات لكي يتسمر الماء لقرون من الزمان. ايوه انا اسف. احنا مع هذا خبر لن نرضى بضرر على الماء ولا بضرر على الطريق. بنعمل حاجة. أنا مسؤوليتي على مسؤوليتي ناء أسقط منابع الماء وسقط الطريق وبحيث تمر الطريق في مكان لا يؤذي الماء. أجمع لكم من الثلاث تقارير وأخلي جميع المهندسين الأولين والآخرين ونا نوقع على تقرير واحد يجمع الحل للجميع.